الحمد لله الذي من علي بفضله هذا وبحصولي على هذه المرتبة. أشكر وزارة الشؤون الدينية على ثقتهم وترشيحهم لي لهذه المسابقة، بدءا من وزير الشؤون الدينية الشيخ الدكتور يوسف بالمهدي ومدير الفرع للمسابقات القرآنية الأستاذ حشادي عبد الحميد والأستاذ مسعود ميات. أيضا بارك الله فيهم على ثقتهم وترشيحهم لي لهذه المسابقة. الحمد لله، يعني كان التنافس قويا في هذه المسابقة، والحمد لله التي حصلت على هذه المرتبة. أشكر والدي الكريمين على تعبهم معي، وأشكر كل عائلتي، أشكر مشايخي وأستاذاتي الذين ساعدوني في التحضير لهذه المسابقة، وأشكر كل القائمين على هذه المسابقة، وأتمنى التوفيق لبقية المتسابقين في المسابقات القادمة بإذن الله. الحمد لله التربصات التي تقام في الجزائر والتحضيرات من طرف لجنة التحكيم، يعني ما شاء الله، يعني استفدنا منهم كثيرا في التحضير لهذه المسابقات. أيضا نرى يعني المتسابقين الذين شاركوا من قبل، يعني استفدنا منهم أيضا. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. أحمد الله تعالى الذي وفقنا الوصول إلى، أو وفق ابنتي لحفظ القرآن الكريم، ووفقها للحصول على المرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك في دبي. وفي الحقيقة هو شعور لا يصف، يعني فرح بإنجاز حققته هذه البنت. نتمنى لها يعني التوفيق في المستقبل إن شاء الله.